لأن مشاهدينا وصلنا إلى فقرة نيو لوك مع الزميلة هند بومشمر وضيف مميز جدا طبعا. يسعد صباحك. يسعد صباحك أستاذ تركي. أهلا وسهلا. عندي تعليق وشي قبل ما تبدأين. أول مرة أتمنى أني أكون رجال عشان ألبس صراحة هذه الأثواب، لأنه كثير شفتها في يعني بعض المجالات من غير ذكر عشان ما أسوي دعاية وعجبتني، وفي نفس الوقت أول مرة أغار أني يكون عندك ضيف موجود معك على الست مو موجود معي، بس انا ما حبيت اقول الصبح، قلت يا رب ما تفوت على الصفحات وتشوف لا شفتها بس عديتها. اوكي يعطيك العافيه. شكرا. مش مشكله، ترى ممكن نروح نجلس كذا تصير ضيفكم كلكم. بالكل تحيه. مشاهدينا، تفاءل، كن إيجابيا، نحب الحياة، ليست هي فقط عناوين حلقات من البرنامج الإذاعي في خاطر شيء المحاكي للأفكار الإيجابية، وإنما منها استوحيت التشكيلة الجديدة من الأثواب الخليجية العصرية والموقعة باسم الزميل الكاتب والإعلامي الغني عن كل تعريف تركي الدخيل. صباح النور. صباح النور ستي، أهلا وسهلا فيك. ربما تعودنا عليك تضيء برنامج إضاءات على شاشة قناة العربية، اليوم أنت موجود معنا باسم هذا التوقيع واسم هذه التشكيلة الجديدة، كيف ولدت هذه الفكرة؟ والله ما أعرف شلون السياقات اللي ظهرت فيها الفكرة، بس كنا نفكر أنه أول شيء كنا نفكر بالعادة المذيعين يلبسوا ثياب. نعم. وبالعادة في كل قناة تلفزيونية يصرفوا مصروف للمذيعين أو المذيعات للملابس. فأول ما بدينا قبل 8 سنوات ما كانوا يصرفون لنا، قالوا الثوب كله يكلف 300 ريال، يعني ما راح نصرف لكم حنا ثياب، أنتم تلبسوا ثياب. فقعدنا نفكر مش عشان يصرفون لنا بس أنه كيف ممكن إحنا نطور فكرة الثوب. وظلينا نفكر في هالقصة، وجدنا بعض الشباب السعوديين المميزين اللي ممكن يصمموا ثياب مختلفة تحافظ على أصالة الثوب العربي وتضيف له بعض اللمسات العصرية اللي ممكن تتواكب مع العصر. نعم. كان عندك ميول مسبق للموضة؟ طبعا، يمكن أنا ألبس ثياب مختلفة صار لي 3-4-5 سنين يمكن. وكنت حريص الحقيقة أنه أنا ألبس ثياب سعودية تعبر عن مناطق مختلفة. صحيح أني أنا يعني أصلا أنتمي لمنطقة الوسطى، منطقة نجد، لكن كنت حريص أني ألبس السدير الحجازي، ألبس أحياناً بعض التشكيلات اللي تعبر عن مناطق مختلفة، تأكيداً لأنه صار في مع الوقت شكل من أشكال الوحدة الوطنية حتى من خلال اللباس، لم يعد الشماغ الأحمر وعبارة عن مقتصر فقط على لبس أهل نجد، أصبح يلبسونه أهل الحسا اللي ما كانوا يلبسون إلا شمغ أو غتر بيضاء. أهل الحجاز اللي كانوا يلبسون العمة صاروا يلبسون الشماغ الأحمر، فصار في تنوع وشكل من أشكال يعني اللي يمكن أن يصطلح الواحد على تسميته بدون مبالغة أنه زي وطني موحد. نعم. إن صحت العبارة، مع مراعاة التعدد. نعم. طب من خلال هالتشكيلة الجديدة التي تحمل في كل توب من الأثواب يحمل اسم معين، شو هو الرسالة المستهدفة من قبلك إيصالة؟ الفكرة بدأت أنه الأستاذ لؤي نسيم صاحب المصمم الرئيسي في لومار أنه سمع برنامج قدمته أنا في رمضان الماضي في MBC FM، البرنامج كان اسمه في خاطر شيء، كانت فكرة في خاطر شيء تعزز الإيجابية، أنه يا جماعة احنا عندنا أشياء كويسة، ليش نظل دائما سلبيين ونركز على الجوانب السلبية؟ فكانت هذه هي روح البرنامج. فكرنا أنا ولؤي أنه كيف ممكن نشتغل على هذه الروح لمشروع، وطلعنا بهذه التشكيلة اللي نحاول من خلالها أنه نعزز الأصالة ونقول أنه عندنا أشياء كثيرة إيجابية نقدر نشتغل عليها، ونحاول من خلال هالتصميمات نطرح بعض المفاهيم الإيجابية اللي يمكن أن تعزز لدى الشباب. أول شيء قيم اللبس الأصيل، والعصرنا أيضا في تصميم هالثياب وتقديم بعض المفاهيم الإيجابية في مقابل هالثياب. نعم. طب بالحديث عن هذه العصرنا، هل يمكن أن توحد بين المظهر والهوية الخليجية ككل خصوصا من ناحية الانتماء؟ يعني أنا ما أظن أنه في إجابات جاهزة على هذا السؤال الكبير والمفتوح، لكن عندنا ما في شك أنه الانتماء، يعني لما أجي أنا لازم ألاحظ قصة اعتبرت في وقت من الأوقات سلبية تجاه مجتمع الخليج، لكن أعتبرها إيجابية جدا، وهي أن الشعوب العربية بعد استقلالها اندمجت خصوصا عرب الشمال في الآخر الجديد اللي هو الغربي، لدرجة حتى ذوبان هوية اللباس في هذا الآخر.
فلم يعد الآن إلا من النادر أن تجدي من عرب الشمال من المغرب غربا وحتى يعني العراق شرقا في العرب من النادر أن تجدي من يلبس اللبس الشعبي، بل بات هؤلاء الذين يعني يلبسون اللبس الشعبي أصبحوا غير مش على الموضة أو يعبرون عن الأشياء بعض الشباب يعتبرها متخلفة. في السعودية لا زال اللبس والخليج لا زال اللبس الرئيسي عندنا هو الثوب. نعم. طيب وجدنا ظاهرة قبل فترة أن الشباب الخليجي في زمن العولمة وفي نزوحه لمواكبة الآخر اللي انفتحنا عليه أصبح يلبس والله الجينز، أصبح يلبس التيشيرت ويلبس الشيرت ويلبس وصلنا إلى مرحلة الجينز اللي هو طيحني اللي يطلع ممكن يعني أنا آسف على هالعبارة بس ممكن يطلع جزء من اللباس الداخلي وكأنه هذا شكل من أشكال الاستعراض. طيب هذا ما يعجب معظم الناس ولا يعبر عن شخصية الناس ولا يعبر عن ثقافة المجتمع. طيب كيف نستطيع أن نواكب مع هؤلاء الشباب ونقدم لهم شيء مختلف؟ في جانب عصري، في ثوب محافظ على التقليدية لكن فيه ملمح عصري بالتصميم. نعم. فجاءت هذه الأفكار. طب كآخر نقطة، أين تكمن أناقة الرجل الخليجي بالنسبة لأستاذ تركي؟ والله أنا أظن الأناقة يعني ما نستطيع أن نختزل الأناقة في مظهر واحد. الأناقة قد تكون في اللباس، جزء من الأناقة اللباس، بل أنك لما تشوفي النبي اللهم صل الله وسلم عليه كان أنيقا في ملبسه رغم أنه لا يتكلف. نعم. وكان عليه كان يقبل بردة يمنية أهديت إليه فيأتيه شخص فيقول أريد بردتك فيهديه. وأيضا الأناقة قد تكمن في التعامل، أيضا قد تكون في التأدب، قد تكون في ممارسة السلوك، في الألفاظ التي ينتقيها المرء للتعاطي مع الآخرين. حتى الأناقة يجب أن تكون حتى تجاه من يمارس ضدك سبابا أو لعانا أو ألفاظ لا تليق. صراحة ما بينشبع منك بس للأسف وقتنا خلص. شكرا جزيلا الإعلامي والكاتب تركي الدخيل، سعيد جدا بلقائي معك. أنا سعيد بكم وشكرا، وأتمنى أن نكون خفيفين على السيدات والسادة المشاهدين. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا عودة لاستكمال بقية فقرة صباح الخير يا عرب. شكرا لك هند، شكرا لك أستاذة تركي، وإن شاء الله تطلع من المحلية إلى الإقليمية إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك، يعطيك العافية.